بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. في البداية أحب أن أنا أشكر حضرة صاحب النيافة أبونا المطران الجليل الأنبا إبراهام على محبته ودعوته وتهنئتي وتهنئتكم لي بعيد صيامته 37، وأيضا أن أنا أكون في وجود حضرات أصحاب النيافة سيدنا أنبا صليب وسيدنا أنبا أغناطيوس وبنهنئه بنعمة الأسقفية. وفي هذه العشية المباركة لعشية عيد القديس العظيم الأنبا إبراهام، وهو أيضا شفيعي منذ مدة كبيرة منذ الصغر، وكنت أتمنى أي يوم أن أنا بس أحضر عشية عيد القديس الأنبا إبراهام. وزي ما سيدنا الحبيب نيافة الأنبا إبراهام ذكر أن كل مرة كان بيدعيني لكن كانت بتحول وجودي نتيجة سفري. فلما بصيت كده في جدول المجمع المقدس لما اتبعت لنا ولقيت أن اليوم اجتماع هيوافق 9، وأنا أتذكر أني كنت قاعد مع سيدنا أنبا سرابيون وقلت له يا سيدنا أنا لي رغبة أني أحضر، وسيدنا دايما يقول لي، فقال لي سيدنا مضياف ومحب، وأنا كنت دايما في أسقفية الخدمات وأنا أسقف للخدمات كنت دايما أروح في نهضة الأنبا إبراهام، قال لي ابعت لسيدنا وكلمه. فأنا فعلا بعت في نفس اللحظة، بعد 3 دقايق بالضبط سيدنا رد علي بكل ترحاب ومحبة، ويعني سيدنا من محبته الغامرة سبقتني قبل ما أجي أن أنا أتبارك بوجودي في الفيوم. ربنا يديم محبتك سيدنا ويثبتك على رسيك. أقول لكم حاجة عن حياة القديسين في الكنيسة. حياة القديسين في الكنيسة موجودة في الليتروجية الكنسية بعمق، يعني في كثير في المواضع في القداس الإلهي نذكر القديسين وشفاعتهم، من بداية من عشية وباكر في الزكسولوجيات بنمجد حياة القديسين، في تسبيحة نص الليل في المجمع في الزكسولوجية، وطبعا في الصاوتوقيات لأمنا العذراء، وأيضا في قراءة الضفنار وهاسيرة مرتلة بألحان لقديس اليوم نكرم القديسين. في أرباع الناقوس نذكر برضو القديسين، في الهيتنيات في القداس نذكر القديسين، في مرد الإبراكسيس، في المجمع في القداس، في التمجيد، في البركة النهائية اللي بيقرها الكاهن بيذكر فيها أسماء القديسين. الكنيسة القبطية تمتاز بأن الشعب القبطي له محبة شديدة جدا وتكريم شديد لحياة القديسين. تلاقوا كل واحد فينا متعلق بقديس في حياته من صغره، كل واحد لينا يختار شفيع من وهو طفل، وتلاقوا ربنا سمح ان في بلاد كده ربنا يميزها بشفاعة قديس معين زي الفيوم وشهرة القديس الأنبا إبراهام. يعني أول ما الواحد يذكر إنه هو من الفيوم أول حاجة نذكرها نقول له إيه، أنت من عند الأنبا إبراهام. طبعا من عند الأنبا إبراهام القديس ومن عند نيافة الأنبا إبراهام أبونا المطران الجليل. فيبدر لذهننا على طول اسم الأنبا إبراهام لما يذكر اسم البلد. نسمي الكنائس على أسمائهم، نسمي أولادنا على أسمائهم. حتى أنا لما ترسمت أسقف أتشرف أن أنا أخذت الاسم بس بالإنجليزي، يعني إبراهام يعني هو إبراهام، لكن أتشرف أني أخذت هذا الاسم وأعتز به أن أحمل هذا الاسم. نسمي أولادنا، نحتفل بأعيادهم. ليه إحنا بنحتفل بأعياد القديسين؟ ممكن واحد يعني مسيحي لكن لا يؤمن بشفاعة القديسين ولا يؤمن بوجود القديسين في الكنيسة، يقول أنا علاقتي بالمسيح. بس أنا هقول لكم بعض آيات وبعض حاجات تورينا ليه الكتاب المقدس
والآباء أكد لنا على إن إحنا نكرم القديسين. الكتاب المقدس نفسه بيأمرنا بكرامة القديسين، يقول كده: اذكروا مرشديكم الذين كلموكم بكلمة الله، انظروا إلى نهاية سيرتهم فتمثلوا بإيمانهم، في عبرانيين 13. وهنا لو واحد قال طب ما هو ممكن يكون بيذكر المرشدين اللي احنا بنقابلهم، لكن هو معلمنا بولس الرسول قال انظروا إلى نهاية سيرتهم. كلنا بننظر إلى نهاية حياة القديس الأنبا إبراهام، وبنشاور على نسكه وصلواته وخدمته، بننظر إلى نهاية سيرته. عشان كده مش مهم القديس ده عاش كم سنة، لكن المهم الحياة اللي قدمها التقوية في حياته اللي رفعته إلى درجة القداسة. الكتاب المقدس أيضا يتكلم عن القديسين، يقول أطيعوا مرشديكم واخضعوا لهم، لأنهم يسهرون لأجل نفوسكم كأنهم سوف يعطون حسابا لكي يفعلوا ذلك بفرح. وأكثر قصة في الكتاب المقدس ظهر فيها قديسين كانوا انتقلوا وظهروا مع السيد المسيح كانت في قصة إيه؟ التجلي. ظهر مع مين؟ موسى وإيليا، ودول كانوا تنيحوا قبل مجيء المسيح، فالسيد المسيح سمح في وجوده على جبل التجلي أن يظهر معه اثنين من القديسين من أنبياء العهد القديم اللي كان ليهم سيرة عطرة وسط الشعب، لدرجة أن بعض مفسرين الكتاب المقدس يتسألوا طب إزاي معلمنا بطرس الرسول قال أنا أصنع لك مظلة واحدة للك واحدة لموسى؟ طب عرف منين ده موسى وعرف من ده إيليا؟ بعض الآباء يقولوا إن هو عرف من الحديث اللي كان داير بينهم فعرف. في قصة التجلي ظهر قديسين من العهد القديم. مجد السيد المسيح لا يمنع أن يمجد معه القديسين، أو أن يكلل القديسين بالكرامة، زي ما بنقول في ألحان سفر الرؤيا يكلل قديسيه بالكرامة، يكرن أحباؤه بالكرامة في مرضات ليلة الأب وغلمسيس. وإحنا من محبتنا الكتاب المقدس بيوصينا، بيقول اكرموا الجميع، أحبوا الإخوة، خافوا الله، اكرموا الملك. وتزداد كرامة الإنسان حينما يكون إنسانا تقي مؤمن. القديسون أيضا تعتبرهم الكنيسة هم أعضاء جسد المسيح، ونحن أعضاء في هذا الجسد، فكلنا لأننا أعضاء جسده من لحمه ومن عظامه، وأيضا هيكل للروح القدس. إحنا نؤمن أن القديسون حاضرون معنا في الكنيسة، نحن نؤمن بشفاعتهم، ونحن نكرم القديسين لأن الله نفسه أكرمهم. يقول في صموئيل الأول الإصحاح الثاني: فإني أكرم الذين يكرمونني والذين يحتقرونني يصغرون. فإن كان الله نفسه يكرم أحباؤه ويكرم قديسيه، فبالأولى نحن الأحياء نكرم الذين يكرمهم الله لأجل تقواهم. يقول إني أكرم الذين يكرمونني، هم أكرموا الله بتنفيذ وصاياه، نفذوا وصاياه. ربنا قال كده وبيقول لكل واحد فيكم كونوا قديسين فتكونوا قديسين لأني أنا قدوس، لويين 11. يقول بل نظير القدوس الذي دعاكم كنوا أنتم أيضا قديسين في كل سيرة، لأنه مكتوب كونوا قديسين لأني أنا قدوس، وذكرت أيضا في بطرس الأولى الإصحاح الأول. علشان كده كان زمان العبارة اللي كانت تطلق على المسيحيين القديسين، وعلمنا بولس يقول سلم على القديسين الذين في بيتك، كان أي إنسان مسيحي دهن بالميرون هو عضو في جسد الكنيسة وجسد المسيح، يطلق عليه اسم هذا الإنسان قديس.
وتاريخ الكنيسة علمنا الأباء كده كتبوا عن قديس أثناسيوس الرسول، يقول إن سبب مقاوة إيمان أثناسيوس تقواه، يعني تقوى القديس أثناسيوس هي اللي رفعته صلواته. لذلك نجد في حياة القديسين في نوع من البالانس، في نوع من التوازن، لا هو متطرف بشدة في أشياء في العبادة أو الصلاة، ولا هو متكاسل ومتهاون، لكن كان يسلك طريق وسطى. القديس الأنبا إبراهام الذين نحتفل في عشية عيد اليوم كان يحيا هذا التوازن. إحنا كلنا اللي مشهور عندنا إن القديس الأنبا إبراهام حبيب الفقراء، كان يعطي بسخاء، يعطي ما له، كل اللي يلاقيه يحط إيده تحت المخدة زي ما سيرته بتقول، ويدي للفقير ده ويدي لده، ولما ما يلاقيش حاجة عنده يديله الشال اللي لابسه، ولو واحد جايب له جلبية هدية يديها له، لكن كان عنده يمتاز بالحكمة في العطاء، ما كانش يدي كده، كان عنده حكمة. ونعرفها من إيه؟ قصة التلات الشابين اللي جم يقولوا له صاحبنا مات وعايزين ندفنه، ما راحش مطلع الفلوس وقال لهم، راح سألهم سؤال، روح الله اللي داخله قال لهم هو مات؟ قالوا له مات. راح سألهم تاني قال لهم هو مات؟ قالوا له مات. قال لهم طب خدوا، حتى اداهم، راحوا لقوا صاحبهم ميت لأنهم كذبوا عليه. فكان هناك أيضا سؤال قبل العطاء. القديس الأنبا إبراهام أيضا امتاز في حياته، في توازنه، ما كانتش الخدمة بتغلب على حياته الروحية. ممكن نلاقي خادم أو كاهن أو أي رتبة ممكن تلاقيه انشغل جدا في الخدمة، وممكن يكون نسي صلواته وقراءاته وحياته. الأنبا إبراهام كان يصلي كل يوم صلاة الغروب مع شعبه وصلاة المزامير، غير صلواته الخاصة لما نقرأ قصة حياته في مخدعه، وكان يستيقظ في نصف الليل ويتمم صلواته، دي ما كانتش بتمنعه. القديس الأنبا إبراهام كان له حياة توازن، والقديسين كان لهم حياة توازن في حياتهم. الأنبا إبراهام أيضا كان إنسان معمر، وكنت بتكلم مع سيدنا قبل ما نيجي، لما تقروا في سيرته تلاقوه بنى كنايس في الفيوم وفي الجيزة، لأنه كان أسقف الفيوم والجيزة وقتها حتى نياحته سنة 2914 وقبل فصل أبرشية الفيوم عن أبرشية الجيزة، يعني كنائس كتير بناها في الفيوم وأيضا في الجيزة، يعني كنيسة ماري مرقص في الجيزة أعتقد أنها بنيت كانت في عهد الأنبا إبراهام أو قبله بقليل. فكان الأنبا إبراهام برضو إنسان يهتم بالتعمير، رغم أن القصص اللي هي تحكى عنه، قصة أنه هو جم يسألوه عن الفلوس اللي حطوها عشان يبنوا بيها كنيسة، وقال لهم بنت لكم كنيسة في السماء، كان هذا لا يمنع لو كان في احتياج أو لم احتياج يدي الاحتياج ده، بس ما يسيبش حاجة تانية جنبيها، يبني كنايس لأن المؤمنين وشعبه محتاجين أماكن للعبادة. أيضا كان يهتم بقراءة الكتاب المقدس اهتمام شديد، لذلك بستان الرهبان في قول يقول لك في أخطر أو أخطر شيء على أعظم قديس أن لا يقرأ الكتاب المقدس. فكان القديس الأنبا إبراهام يحفظ الكتاب المقدس، بل كان ينتهي من قراءة الكتاب المقدس كل 40 يوم مرة، ومش بس كده، كان يعلم شعبه القراءة، يجتمع بعد صلاة الغروب ويجمعهم ويقرأ إصحاحات كاملة منها. عشان كده انطبعت أقوال القديس الكتاب المقدس في حياة القديس الأنبا إبراهام، أصبح إنجيلا مقروءا، إنسان يشوف في حياة التواضع، يشوف في حياة البساطة، يشوف في حياة الإيمان القوي. الكتاب المقدس يعلمنا إن مجيء ربنا هيأتي مع القديسين، القديسين هيجوا، يقولوا كده
في تسالونيكي الاولى 3 يقول سوف ياتي الرب في مجيئه مع جماعه القديسين. هياتي مع جماعه القديسين. هوذا قد جاء ليتمجد في قديسيه ويتعجب منه في جميع المؤمنين. عشان كده احنا مش بنعمل عن فراغ تكريم الانبا ابراهام في عشيه عيده. دي وصيه الكتاب لينا المقدس ووصيه ربنا ليه. نمجد القديسين لانهم يشتركون في دينونه العالم. يقول الكتاب المقدس حتى جلس ابن الإنسان على كرسي مجده فتجلسون أنتم أيضا الإثنى عشر على كرسين أنتم أيضا على إثنى عشر كرسيا تدينون أصباط إسرائيل. الإثنى عشر في متى 19 يعني القديسين هيدينوا الناس. يدينوهم بإيه؟ بأعمالهم الصالحة. يعني لما يجي الأنبا إبراهام ويلاقي واحد مثلا بخيل مش معطاء يجي يوم الدين يقول له طب ما انا كنت انسان زيك وكنت بدي وكنت بحب الناس وبساعد المحتاج، ليه انت ما بتساعدش اخوك؟ يسال. دي نوع من الادانه. لما يجي واحد ما يكونش بيعرف يصلي او كسلان او مش عايز يصلي او مش عايز يقرا الكتاب المقدس، اعمال القديس الانبا ابراهام تدينه يوم الدينونه. يقف الانبا ابراهام ويقول له انا كنت زيك انسان، أنا كنت زيك إنسان، كان عندي تعب الجسد والنوم والخدمة والعمل، لكنني كنت لا أهمل واجباتي وصلواتي وقدساتي وإنجيلي في قراءته. ألستم تعلمون أن القديسون سيدينون العالم؟ فإن كان العالم يدان بكم أما أنتم غير مستهلكين للمحاكم الصغرى. ألستم تعلمون أننا سندين؟ ده بولس الرسول اللي بيتكلم في كورنثوس الأولى يقول أننا سندين ملائكة فبالأولى أمور هذه الحياة. أيضا القديسين نكرمهم لأن الله أعطاهم مجدا لا يوصف. يقول كده سيد المسيح في صلاته في يوحنا 17، يقول قد أعطيتهم المجد الذي أعطيتني ليكونوا واحد كما إننا نحن واحد. ومن يغلب ويحفظ أعمالي إلى النهاية فسأعطيه سلطان على الأمم. أنا هسيبكم النهاردة اقروا أول 5 إصحاحات في سفر الرؤيا وشوفوا الوعود اللي بيديها ربنا للملائكة بتاعت الكنائس اللي هم كانوا أسقفة. قد ايه يقول من يغلب سيأخذ، من يغلب من يحفظ سيأخذ وهكذا. فدي كلها كرامة. يقول من يغلب فذلك سيلبس ثيابا بيضا ولن أمحو اسمه من سفر الحياة. والجميل في سفر الرؤيا إصحاح 3 يقول وسأعترف باسمه أمام أبي وملائكته. وسأعترف باسمي أمام أبي وملائكته. يقول من يغلب فسأجعله عمودا في هيكل إلهي. ونحن نحتفل في عشية القديس الأنبا إبراهام فهو عمودا في الكنيسة كلها عبر القرون وعبر السنوات. مرت 108 سنة على نياحة القديس الأنبا إبراهام. حد مرة نسي ذكراه 10 يونيو؟ حد مرة نسي اسم الأنبا إبراهام؟ أصبح عمودا. والعمود معروف في الهندسة أنه هو يحمل المبنى. فإيمان ومحبة القديس الأنبا إبراهام تحمل الكنيسة كلها وصلواته. يقول من يغلب فسأجعله عمودا في هيكل إلهي لا يعود يخرج خارجا، وأكتب عليه اسم إلهي واسم مدينة إلهي. ده ربنا بيتكلم على الشخص اللي هو يجوز في التجارب ويغلب باسم ربنا فيها، هيجعله عمودا ويجعل اسمه عليه. أورشليم الجديدة النازلة. يقول من يغلب فسيعطيه أن يجلس معي في عرشه كما غلبت أنا أيضا وجلست مع أبي في عرشه. من يغلب يرث كل شيء، أكون له إلها وهو يكون لنا إماما.
أخيرا أحب أقول لكم حاجة. أبانا القديسين سلموا لنا الإيمان السليم، ومعلمنا بولس الرسول لما قال ألا الإيمان المسلم، آسف، في رسالة يهوذا ذكرت إصحاح الأول عدد 3، يقول الإيمان المسلم مرة للقديسين، يعني مفيش إيمان متغير عبر السنين. إيمان القديس أثناسيوس هو إيمان البابا ابن إبراهام ابن زرعة، هو إيمان البابا كيرولوس عمود الدين، هو إيمان القديس الأنبا إبراهام، هو إيمان مسلم مرة للقديسين. اللي بنحنا بنسمعه اليومين ده هو الكلام المشوش اللي بنسمعه، إن في تحريف وفي كلام لا تصدقه. الإيمان هو إيمان مسلم من القديسين، ويسلمه الأباء الأساقفة والأباء الكهنة للشعب إيمانا سليما، وهكذا كان يسلم في عظاته القديس الأنبا إبراهام. كان يشرح الكتاب المقدس ويقرأ كل يوم، عشان كده نواة جمعيات الكتاب المقدس بدأت في الفيوم بسبب سيدنا القديس الأنبا إبراهام، لأنه هو اللي بدأ في شرح الكتاب المقدس، شرح الإيمان المسلم مرة للقديسين. الأباء القديسين في الكنيسة حفظوا الإيمان نقيا مشروحا زي ما قال، سلموه لنا بكفاءة ومهارة وأمانة ونقاوة، وجعلت هو هذا الإيمان التي نؤمن به منذ البداية. القديس أثناسيوس واجه متاعب شديدة جدا، لدرجة قالوا له أنت ضد العالم يا أثناسيوس، تخيلوا واحد يقول له العالم كله ضدك، يرد عليهم يقول لهم وأنا ضد العالم مدام إيماني سليم، لا أحاور العالم في إيماني مدام إيماني قوي، أقف أمام العالم أجمع صخرة الإيمان التي نطق بها القديس بطرس الرسول، أنت هو المسيح ابن الله الحي، إلى من نذهب؟ هكذا كان إيمان القديسين. لذلك نحن نتذكر القديسين في تذكرتهم وتعبهم وجهدهم من أجلنا. يقول معلمنا القديس بولس الرسول فأمدحكم أيها الإخوة على أنكم تذكرونني في كل شيء وتحفظون التعاليم كما سلمتها إليكم. يعني بيمدح أولاده أنه كما سلمهم الإيمان هو يمدح هذا الإيمان المسلم ليهم. لذلك تتنوع حياة القديسين في الكنيسة. ربنا كده مدينا زي بستان جميل نبص فيه كده، نشوف قديسين من كل الأنواع، نشوف الشهداء، نشوف الكارزين زي الأباء الرسل، نشوف الخدام زي معلمنا بولس الرسول، نشوف العطاء في القديس الأنبا إبراهام، نشوف التوبة في القديس موسى الأسود والقديسة مريم المصرية، وتلاقوا تتنوع القديسين بين رجل وامرأة، بين طفل وشاب، مريمينة وأبنوب، نلاقي أطفال شهداء، نلاقي ناس كبار شهداء وقديسين، بين قديسين طهارة وعفة، بين قديسين رهبنة الأنبا أنطونيوس والقديس الأنبا بولا، بين مدافعين عن الإيمان زي القديس أثناسيوس والقديس كيرولوس، بين عن حتى السمائيين الذين لم أرواحا لم تأخذ جسدا زي الملائكة، نطلب شفاعتهم زي الملاك ميخائيل والسمائيين، زي حتى العلمانيين، أي إنسان علماني في الكنيسة لم يأخذ درجة زي إبراهيم الجهري والقديس الأنبا رويس، الشمامسة زي الأرشدياكون القديس حبيب جرجس، علمانيين تعجبني جدا قصة القديسة أم الأنبا مقار الشبراوي البطريرك، اللي هو ابنها خدوه بطرك، وحكمة هذه الأم دخل عليها قال لها كانت بتغزل، قال لها أنت مش عارفاني، قالت له لا عارفاك، قال لها أنا ابنك فلان اللي أصبحت بطرك، فنظرت إليه نظرة وقالت له يا ابني أعرفك تماما، بس المسؤولية التي أنت أخذتها سيطلب الله دمها من يدك، لا تفرح بهذه الرتبة، ولكن اعمل بأكثر
واخدم الناس أكتر. وخرج هذه الأم، كانت الكنيسة أيضا تقدم أسر قديسين فيها قديسات أنجبوا قديسين، طبعا زي القديسة مكرينة وأخواتها قديسة رفقة وأولادها، القديسة رفقة وأولادها زي ما ذكرت. وأنا متأكد أن هناك قديسين لا نعرف أسمائهم ولن نعرف أسمائهم، قديسين جم ومشوا في وسطنا ورحلوا عن هذا العالم، وقديسين لازالوا موجودين بيننا، تعيش الكنيسة على صلواتهم. لذلك يا إخوتي اليوم نحن نحتفل بعشية هذا القديس، ونحن نسير كما أوصانا الكتاب المقدس وأبائنا أن نحن نكرم القديسين كما هم أكرموا الله. نحتفل بهذا الشفيع لهذه البلد ولكل الكنائس في كل القرازة الذي يحمل اسم القديس الأنبا إبراهام حبيب الفقراء، وهو الأب الأسقف المعلم والمحبوب والمدافع عن الإيمان وناشر كلمة الإيمان في القرازة من خلال الكتاب المقدس، والأسقف المعمر في شعب في أبرشيته ببناء الكنائس. كلها دي فضائل متكاملة تكلل إكليل القديس الأنبا إبراهام. نطلب صلواته وطلباته عنا لكي يعيننا الله في خدمتنا كما أعانه، ولإلهنا كل مجد دائم من الآن وإلى الأبد. آمين.